الشيطان بعد من نورك ما عارفين شكون هو. الشيطان بعد منه راه هو الشربيني وراكم عارفين الشيطان شكون هو. كنحييكم غريتين غريتين ازول ازول هولا هولا هاي هاي. دونك الموضوع ديما هو لو ميم لا سنسيبيليزاسيون تحسيس المغاربه على اهميه الوطن ديالهم والبلاد ديالهم. كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين اللي قاري كاين اللي ما قاريش لان بلادك كتبقى ديما بلادك كيفما كان مستواك الثقافي او كيفما كانت رتبتك في المجتمع غني او فقير او متوسط او اي طبقه لان الوطنيه ليست فيها الطبقيه. اللي يبغي بلاده راه يبغيها قالك اللي يبغيني يبغيني بخنونتي داكور هو اللي غادي يشدي وينقيني ويصوبني حنا اللي نصوبوا البلاد ونقيوها ونقدوها بالنسبه لاحظت دابا مؤخرا في لي ريزو وفي الاخبار ان المغاربه مازال باقيين كيتلاقاو في لي بلات سيغ دي بلاطو مع دي زالجيريان محللين ديالنا وانا جو سوي كومبليتمون كونتر هاد القضيه وخصنا نروجوا ليها ونتعاونوا عليها باش تحيد هادوك الناس راه ما كيحترموناش هادوك الناس ان نو ريسبكت با. انا كنقول لكم واحد القضيه اللي هي ماشي غير من دابا راه الى بغيتوا تثقوا بيا راه هادشي راه قديم هادشي راه قديم بزاف راه شي من الستينات هادشي راه من الستينات سي ديبوي دي زاني 60 كو سيت فاغ كومبان دو ان اونتي ماروكان اكزيست لا ان دي زالجيريان اليغار دي ماروكان اكزيست ديبوي دي زاني اي دي زاني اليوم فورت اوغوزمون الحمد لله اليوم فورت اوغوزمون اوجوردي جو دير بيان فورت اوغوزمون كيليا لي مويان دو كومينيكاسيون كي اون ديماسكي اللي عراو على هاد النفاق عراو على هاد الكراهيه الغير مبرره لان كيكرهك بدون سبب ولكن هناك سبب اللي قلنا على انه ديك لا فريستراسيون وداك القمع اللي عاش فيه مع التركيين لانه ما كانش سيتويون دو بروميرون ما كانش مواطن من الدرجه الاولى كان الثانيه او الثالثه لمده 315 سنه عاود
لان الاتراك كانوا هما المواطنين اتراك اللي باه تركي ومو تركيه هما اللي كانوا اتراك موالي البلاد. اما الجزائريين كانوا كيتعتبروا دوزيام او تخوازيام. بالنسبه لا فرونسي تي لا ميم شوز تي هما 132 عام ما عمرهم احترموا لي زالجيريان. كانوا معتبرينهم تروازيام وكاتريام رون لان كان عندهم هما الاولين لي فرونسي اي لي زوتر ناسيوناليتي دي زوتر اوروبيان اي زوتر ريليجيون دوزيام رون. Et troisième rang, c'était les Algériens, les Kanoukaïtoliens, les indigènes, qui m'ont fait partout en Afrique, et surtout les Biko. Et nous avons les deuxièmes français, les Homa al-Hiraka, les Herki. Bien sûr, il y a un grand travail de l'Oribou Mdine, nous avons dit que 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 nous avons dit راه ديك الفكره ديال تخريب المملكه والقضاء على العلويين وعلى القصر وعلى الملكيه راه باقيه لدابا يلقاو دابا القوه باش يحيدوا المملكه وكيخدموا عليها وكيتسلحوا عليها وكيكونوا الشعب عليها. ولاحظ في المعيور ديالهم والسبان ديالهم كيركزوا على السجود وكيركزوا على العابد وعلى بوسالي الدين كيركزوا عليه اكثر تركيز فهمتي. ويقول لك جمال عبد الناصر كان باغي يحرركم بومدين كان باغي يحرركم قتلتوا بنبركه قلتوا ديروا جمهوريه الريف. المهم باقي الفكره الجزائريه عند الشعب الجزائري ان اللي كنديروا فيه هو بحال كيضرهم حنا كنبوسوا اليدين هما كينضروا هما اللي ولكن حنا ما كنقولوش اللي راكم عبيد لان العبد راه باين العبد الذي يحتاج رغيف وخبز خصهم شي يدير عليه لاكو يضرب عليه اللي البولونجي اللي يبغي يسربي الخبز للناس كيقول لك الفارينه ما كايناش. العبد هو اللي عايش هذه العيشه هذه. غاردي موسى نو سون با اونشيني حنا ما دايريناش لي شان في عنقنا وما حاضرناش المخابرات وما حاضرناش العسكر وما عندناش لي دودان في كل خمسه ماشي حتى كل 50 متر كاين دودان باش ما تجريش باش ما تهربش ما ديرش عمامات تيخنش بعضياتهم. حنا هاد الحريه اللي عندنا راه ما كايناش في الاوروب وراه كيسمعوا فيا المغاربه وغادي ياكدوها هاد الحريه وهاد النعمه اللي عندنا في المغرب ما كايناش في الاوروب ولكن خيدها ما غاديين يصيدوا الحوت ها المحيط عامر حوت المحيط الاطلسي ها هو جميع انواع السمك العشيه يخرجوا معاهم جميع انواع السمك هذا حي العنق وان فاصيه المحيط الاطلسي سي 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 الاطلنطيك تيك مانيفيك ها انت ها وصل الاطلنطيك ها لا كاسكاد ها سي تي فو بروندر دي بليزير جو سالي ها هو المحيط الاطلسي اللي دار المشاكل. ولكن واخا المحيط الاطلسي كنقول للمغاربه ردوا بالكم راها العقليه ديال بوخروبه راها مازال كاينه والافكار الناصريه راها مازال كاينه والافكار الايديولوجيه الجيوعيه الشيوعيه مازال كاينه والاراده القويه والعمل القوي النفساني والايديولوجي والديماغوجي على تدمير المملكه ما زالوا خدام إلى يومنا هذا. الشعب الجزائري متغذي ومتشبع بفكرة أنه خصو يحيد المملكة المغربية من الجوار ديالو وهذا تعهد ديال الهواري بومدين كل واحد باغي حقه. أي رئيس جا من هاد الأرمي هاد من هاد الأرمي كيبغي يدير أكثر من الهواري بومدين ويحقق ديك الأمنية ديال أنه يكون هو الفائز بتخريب المملكة وزرع الفتنه في البلاد. وواحد القضيه اللي لاحظتها انايا نهار اللي كان داير الزفزافي المطالب الاجتماعيه ودار واحد الخطاب وراه عندي الخطاب ديالو كيقول لهم المغرب يستعمل الدبلوماسيه مع الجزائر ونحن في الريف لا نستعمل الدبلوماسيه ونصرع ان الجنرالات خونه وقتله ومنافقين عايرهم. لماذا نفكر انهم هما اللي خربوا ليه دوك المطالب كاملين ودخلوا ليه الوسط الا انتيغري بداو كيحرقوا ويديروا باش يزيدوا يغرقوه حتى هو. راه كل شيء ممكن يستغلوه راه هما ما عندهمش غرض شتي ماشي غير الصحراء ما باغيينش المملكه تبقى بحالهم راه ديك الفكره ديال زعما تحيد المملكه زعما راه مشات من عندهم راها باقيه. المواطن الجزائري متشبع كيبان ليه انت عبد تهضر معاه ما يتناقش معاك ما والو يسبك
السبان اللي ما يتصورش ويقول لك انت عبد. وحنا كنشوفوا شكون العبيد. البلاد عندنا نقيه كتشوفوا دابا، ما كاين لا استعمار ولا حقره ولا فوضى ولا حتى شي حاجه، وكل شيء بخير وعلى خير. ويجي واحد ها مكلخ يعاير المغاربه اللي عندهم تاريخ. دابا هذا تنبيه. وثاني حاجه، عدوينا مع المحللين، ما بقاوش يتلاقاو مع المحللين الجزائريين والذين يمثلون البوليزاريو، ما بقاوش يتلاقاو معاهم لان عندهم نفس النص صاحبي، عندهم لو ميم تاكس، راه عندهم لو ميم تاكس، راه عندهم لو ميم تاكس، عندهم نفس الخطاب، نفس الخطاب ونفس الاسلوب ونفس عدم الاحترام للمغاربه وللملكيه وللتاريخ المغربي. ما عندهم اي احترام للمغاربه، انه اوكان ريسبي. انا كنسمع شي محللين كنكون حداه نهرس ليه الفم ديالو، كيعاير الملك هكذا في الاعلام في القنوات الخارجيه، كيهضر باري وملوندر وكيهضر برلين وما عايش حتى في بلادو، كيسب الملك والمملكه ويسب في العلويين. انا بعدا ما نكذبش عليكم، انا جن ما كتصرتش ليا، ما كتصرتش ليا. ندير نضرب واحد النظره هنا على المحيط الاطلسي. هذه ديال القضيه ديال اللي يسبوا المغاربه، هذه انا كنقول المغاربه عطيو راسكم واحد القيمه، بقاوش تلاقاو معاهم نهائيا، بقاوش تلاقاو معاهم. الله يعاوننا ويعاونهم. بغاو يدافعوا على البوليزاريو يدافعوا، تلاقاوش معاهم نتوما، اللي بغى يدافع عليهم يدافع.